كيما أتربناكم بالموزيكا باش نعيشوكم عالم الرياضة من الاثنين للجمعة من 11 لنص نهار ونص مع دريم تيم بقيادة إسلام المدب، وين تلقاو تحاليل موضوعية أكتواليتي وحوارات ونقاشات. راديو مسك، احنا الموزيكا واحنا السبور. زادا رجعنا من جديد سبور ميكس، الجزء الثاني من الحصة متاعنا اليوم. باش نحكيو على تصريحات قيس اليعقوبي مدرب المنتخب الوطني التونسي اللي اثرت جدل كبير في المغرب والجزائر، خاصة المتعلقة بدفع بالاتهام للاتحاد الجزائري وكذلك الاتحاد المغربي بدفع اموال اللاعبين اصحاب الجنسية المزدوجة من اجل اختيار البلدان هذو من الجزائر والمغرب. برشا بوليميك صارت خاصة في الجزائر، حكيت عليها حتى الصحافة العالمية رمسي كذلك حكيت على الموضوع. احنا باش ناخذ ردود الافعال في الجزائر كيفاش كانت. معنا صديقنا وزميلنا الاعلامي الجزائري كمال بوزار من قناة الجزائر الدولية. كمال اهلا بك. صباح الخير الاخ اسلام، لك ولضيوفك الكرام ولكل مستمعينا الاشقاء في تونس. شكرا لك كمال. برشا جدل أثرت تصريحات مدرب المنتخب التونسي قيس اليعقوبي بخصوص الموضوع هذا، خلينا نفهموا علاش كبرت الحكاية أكثر من لازم وإلا هي كبيرة بطبيعتها، خلينا نفهموا من عندك الساعة. والله بالفعل يعني قبل ذلك يجب أن نشيد بال يعني العلاقة الطيبة التي تربط الجزائر وتونس في مجال الرياضة على وجه الخصوص، في كل مجالات الحياة، في المجالات السياسية الرياضية الاقتصادية وفي كل المجالات. بالنسبة لتصريحات قيس اليعقوبي هي بالفعل أثارت جدلا كبيرا هنا في الجزائر، خاصة بعد ربما سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها المنتخب الجزائري في الأونة الأخيرة مع المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، ومن جهة أخرى ربما السياق الذي تحدث فيه مدرب منتخب تونس قيس اليعقوبي جاء بعد الهزيمة التي المفاجئة التي سجلها منتخب تونس أمام غامبيا بنتيجة هدف دون رد. ربما البعض فسرها بأنها محاولة لتبرير إخفاقه، هذه نقطة. بالنسبة للمدرب قيس اليعقوبي كان له مرور هنا في البطولة الجزائرية، مرور قصير تقريبا بضعة أشهر في شبيبة الثورة الجزائري وكذلك في شباب قسنطينة النادي الرياضي القسنطيني، لم يشتغل تقريبا سوى 24 ساعة قبل أن تحصل يعني بعض يعني خلاف بينه وبين إدارة النادي الرياضي القسنطيني، من ثم لجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية ثم استلم أمواله. بالنسبة لتصريحاته قال بأن هناك بعض اللاعبين المغتربين جزائريين كريان شرقي وكذلك هو ريان شرقي، باش نكونوا واضحين مازال ما اختارش الجزائر بالفعل. يعني شرقي لم يفصل بعد في مستقبله الكروي. أمين غويري هو حاليا في صفوف منتخب الجزائر. ربما يعني تصريحات يجب أن يرفقها بدليل، هذا من جهة، لكن بصفتي صحفي جزائري أغلب اللاعبين الجزائريين الذين المغتربين بين قوسين الذين يختارون اللاعب للجزائر لا يساومون الجزائر، هذه نقطة. صحيح أنهم يفاوضون الاتحاد الجزائري لكرة القدم لكن ليس على الأمور المادية. سأعطيك مثالا، سأعطيك أنا مثال كمال. قبل في تونس تحكي برش على ملف سفير تايدر، اللاعب نعرفه شقيقه نبيل تايدر كان يلعب مع المنتخب التونسي في الوقت، صار برشا كلام حتى انه سفير اختار الجزائر بعد ما تلقى اغراءات ماليه من رئيس سابق للاتحاد الجزائري محمد راوده وقتها. بالفعل راح نعطيك مثال يعني بالنسبه كيف تسير الامور في الاتحاديه الجزائريه والرئيس السابق محمد راوده والرئيس الحالي وليد صادي. بالنسبه في الفترة الحالية أغلب اللاعبين الذين يأتون إلى الجزائر، أنتم لاحظتم بأن أغلب اللاعبين الذين يتوفدون إلى صفوف الجزائر تقريبا صغار، يعني لاعبون أقل من 18 سنة 19 سنة على غرار بدر الدين بوعناني عفوا لاعب 18 سنة، أمين شيخة آخرهم زاد، أمين شيخة 18 سنة، لاعبون شباب يعني لاعبون من فئة أقل من 19 سنة، كيف يتم التفاوض معهم؟ يعني التفاوض معهم يأتي على أساس أنه يتلقون ضمانات من أجل اللعب في المنتخب الأول،
هذا الشيء الذي ضمننا من خلاله منتخب جزائري ضمن من خلاله خدمات إبراهيم مازا. نفس الشيء حصل مع إسماعيل بن نصر في وقت مضى. لماذا اختار الجزائر على حساب المغرب؟ لأنه هو كان بإمكانه لعب للمنتخب المغربي، وقالها بالفلم المليان أنه اختار الجزائر لأنه عرض الجزائر وعرض الاتحاد الجزائري بقيادة محمد راوراوة وقتها كان الأفضل، لأنه وعده باللعب لصفوف منتخب الجزائر وحصل ما حصل، فاز مع منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا وهو شاب يافع، ونال جائزة أفضل لاعب شاب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. نفس الشيء حصل مع إبراهيم مازا، نفس الشيء مع بدر الدين بوعناني وبقية اللاعبين الذين يتوفدون إلى صفوف المنتخب. في وقت سابق كذلك رئيس الاتحاد الجزائري كيف كان يفاوض اللاعبين الجزائريين؟ هناك صحيح ومضات إشهارية، يعني في هناك عائدات من الومضات الإشهارية التي يقوم بتصويرها اللاعبون مع متعاملي الهاتف النقال، مع فما فلوس فما فلوس أكيد، وهذا هو واقع الكرة العالمية ليس فقط في الجزائر وفي تونس وفي المغرب. يعني في هناك في تونس يبدو لي ما ياخذوش اللاعبين أموال. نتصور في 2012 صار مشكل بين يوسف المساكني وديع الجزائري على حكاية من النوع هذا، ظهر يطلب يوسف وقتها يعملوا في إشهار من غير ما نسميه شنية المعركة، طلب يوسف المساكني فلوس، صارت مشكلة وخرج حتى من التربص متاع المنتخب التونسي لأنه الجامعة تحتفظ بالأموال نفسها، ما تعطيش اللاعبين فلوس في الحاجات هذه. تفضل كمال. أوكي، الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا يمنح أموالا للاعبين الجزائريين. أضعف الإيمان عندما يأتي لاعب إلى الجزائر، نتكلم على وجه الخصوص في عهد الرئيس الاتحاد الجزائري السابق محمد راوراوة، كانوا اللاعبون يتوفدون إلى الجزائر أقل شيء يتلقون أموالا من خلال ومضات إشهارية لا أكثر ولا أقل. ليس هناك امتيازات ضخمة أو خيالية أو أي شيء من هذا. هذا اللي يقصده هو مدرب الحراس اللي حكى عليه قيس العقوب اللي حكى له الموضوع هذا، ويبدو لي أنه خرج ونفيه لما حاله. نعم بالفعل هو خرج ونفيه، تعلق الأمر به بالحاجي الذي اشتغل في وقت مضى في شبيبة الثورة، وهو الذي اشتغل مع قيس اليعقوبي. نفى في تصريح لجريدة الخبر، قال بأنه لم يفتح الموضوع بتاتا مع المدرب قيس اليعقوبي. وحتى يعني في هناك تصريحات كذلك من الصحفي الفرنكو الجزائري نبيل جليط الذي يشتغل في فرنسا، قال بأنه صحيفة ليكيب نعم الفرنسية، قال بأنه التصريحات يجب أن ترفق بدليل، وكذلك يعني اعتبرها تبريرا لإخفاقه في المباراة الأخيرة أمام منتخب غامبي. نحن بصفتنا يعني صحفيين جزائريين نتمنى كل التوفيق بطبيعة الحال للمنتخب التونسي. أما أخوي اسمعني لاعب السابق في النجم الساحلي مروان تاجي حبيب يتفاعل معك كمال. مرحبا بك كمال خويا. اما جست بركة حاجه بركة اخويا، احنا راهو المدرب نتاعنا التونسي اليوم، انت اليوم باش قلت معناتها باش يبرر على خسارته كونتر غامبيا، اليوم الممرن نتاعنا قيس اليعقوب اليوم معناتها قدم الواجب نتاعو للمنتخب اللي هو رشحنا لكان المغرب، ما دام حتى شوف قيمته، معناتها المباراه هذيا ما هيش حاجه كبيره احنا نخسرونا، احنا يهمنا المنتخب اللي هو ترشح. اي مروان هو نقل ردود الافعال في الجزائر، قال لك يحب يغطي على الهزيمه اللي صارت مع غامبيا. ما هيش يغطي، هو جي على زوز مباريات عمل اللي عليه، رشحنا لكان المغرب، معناتها ما هيش مهمته هذه، معناتها كان جاي الربح مع غامبيا ما جاش، بارك الله فيه نتشرفوا كمدرب عنا تونسي. هذا في رايك انت بياسور، هو خاطر قال لك يبرر بالخساره ليه خويا، احنا اليوم شرفنا اللي هزنا لكان المغرب، فهمت خويا الغالي، وما فيها باس. حتى كي نحكيو على الملاعبيه اليوم عندنا ازمه نتاع الملاعبيه، انت كنت تذكر ايش كنتوا حبيتونا تعملونا ليس العيدوني، من خرجنا وحكينا وتغششنا، من اليوم نحن جيران نحبوا بعضنا، ديما تقعد علاقتنا باهيه. اي مدرب ما نحكيو اخبار ما كانش باش يشوفونا العيدوني قبل. هو قيس يعقوبي نورمال تصريح ما فيهاش غش ما بيناتو اخويا، معناتها بلدان المفروض ما كانش يجبد ما يسمي معناتها بلدان اخرى شقيقه، معناتها خاصة اذا كان معلومه ما هي ثابته. نورمال سنين من نجم نجيبوا ملاعبيه اخويات، نحن واليوم عندنا ازمه نتاع ملاعبيه اخي، واش قال باش نعملوا لها قاوق هكا؟ قبل ما كانش حابين نحيونا العيدوني، خرجنا نحن وحكينا ساريف زوز الشقة بلدان والملاعبك يبدا غاديك اخويا الغالي، معناتها اليوم انتم عندكم ملاعبية قادرة تلعب في المنتخب الجزائري توا؟ ما هو نورمال ينجم حتى ينجم ينجح معانا حتى ملاعبية نتاعكم، ونحن تعرف علاقتنا بيا معاك،
ينجم يجينا مليح من عندكم انتم ينجم ينجح معانا وما ينجحش معاكم. معناتها تسريع قيس يعقوب يكون غالي ما فيهاش حتى معناتها غش. اسمعني حبيبي، ليس هناك اي غش هنا في الجزائر، لكن انا تكلمت على السياق يعني التصريحات التي ادلى بها. هي تصريحات ما تكملش مباراه عايش خويا. احنا مترشحين وفرحانين في تونس بقيس يعقوب. مش الناس الكل فرحانين زاد. برشا يقول لك مش انجاز انك ترشحت لكاس فريق الحمد لله بالظروف اللي عندنا الحمد لله انجاز. خلي كامل كامل تفضل. صح هو المنتخب التونسي اكبر من ان يفرح بتاهله الى كاس امم افريقيا. احنا نفرحوا له بالتتويج بكاس امم افريقيا لانه منتخب كبير في افريقيا. هذه واحدة. وحاجة ثانية يعني تصريحاته أدلى بها في سياق يعني بعد الخسارة بعد الهزيمة. هذه حاجة اثنين. في وقت المنتخب الجزائري يحقق نتائج طيبة. يعني أنا نقول لك الانعكاسات التصريحات التي أدلى بها قيس اليعقوبي مباشرة بعد التصريحات يعني بعد المؤتمر الصحفي. كيف شاهد المنتخب والشعب الجزائري التصريحات وكيف فهمها وكيف أولها. لكن الحمد لله يعني الامور سمن على عسل، يعني العلاقه طيبه لا يشق لها غبار مثل ما يقال. واضح هذه نقطه. تفضل كمل معك. وانا نبصم لك بانه ليس هناك امتيازات او رواتب خياليه يتقاضاها اللاعبون عند مجيئهم لتدعيم المنتخب الجزائري. تكلمت لك على لوكا تاع ابراهيم مازا جا من هيرتا برلين. صحيح انه كان يلعب في الفئات العمريه تاع منتخب المانيا، لكن في نهايه المطاف اختار الجزائر. هو كان في هناك قرار من اجل اللعب للمنتخب الاول وليس في صفوف منتخب اقل من 19 سنه. نفس الشيء مع ابراهيم شياقه مع امين شياقه وكذلك اللاعبين على غرار بدر الدين بوعنان. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك كامل على تدخلك معنا وعلى كل هذه التوضيحات اللي مديتنا بهم به. توضيح ساعة نحب نسلمه على بلال الفضيلي، سيد بلال الفضيلي أعطاك توضيح توا أنا طلبت وانا فيه. قال لك بالنسبة للجوارات راه ياخذوا بريم دو ماتش وبريم دو كاليفيكاسيون. دي بريم وياخذوا أرجونت بوش في النهار 100 دينار. والبريم دو كاليفيكاسيون كوب دي موند يوصل 50,000 دينار للي لعب ماتشات الكل. أنت والنمبر دي. ما ياخذوش الأمور الإشهار، هذا اللي قلته. هو وقت اللي كان على رأس. مش غلط اللي قلته. اللي كان على رأس المنتخب سيد بلال الفضيلي، هذول كانت المعاملة ما نعرفوش من وقتها لتوا تبدلوا لي مونتون، أما هذوم اللي. خلينا ناخذ رأيكم الكل في الخطاب الإعلامي وتصريحات نتاع قيس اليعقوبي، شنو رأيك مختار؟ هل أخطأ مع تنويج بجوز بلدان شقيقة؟ كاين نجم يعطي امثله ما يسميش والا لا عادي معناه خاصه ما عندوش معلومه ثابته. هو شنو القيس حسيته في مداخلاته ولا في لي كونفيرونس اللي يعمل فيهم كل شيء حاب يصفي حساباته الكل في الاربع دراجة هذيك بالعباد الكل اللي نقدت ولي كذا. الحقيقه سياسه انتهجها هو من بعد ما ريناهوش خرج خاطر قيس بعدك الاربع دراج اللي عاديها اسئله الصحفيين بعد ساعات حتى الاسئله ما توجهلوش ينقد. انا بالنسبه لي انا الكلمه اللي قالها من بعد تراجع فيها كان شفتوها في الواحد قال على الجوارات اللي يجيو في الجزائر ولا في المغرب يقع استقطابهم ولا حاجه، ومن بعد قال سامحوني راي كلمه معناها في بلاصتها رجع بكلمه اخرى. يمكن هو رايهم هكاك، لكن نحن كيما انا مع مروان في الظروف لجنه التسويه 8 مليارات ديون منتخب هك تشوفوه كيفاش كنا كيفاش اصبحنا جات الكاليفيكاسيون. هنا المشكله ما عادش في قيس اليعقوبي، المشكله عندك مارس موعد هام المنتخب كيفاش باش تتصرف باش تخلي قيس يكمل. الله اعلم كي كانت اذا كان توا باش توقف قيس سامحني في الكلمه لو 31 جانفي باش يجي فيفري باش تعين ناخب وطني في فيفري في موعد هام في مارس. معناها الحقيقه توا سيد كامل يدير لازم يقعد مع قيس اليعقوبي بكل الحقيقه بكل امانه يعطيه شنو الاستراتيجي نتاعو باش يواصل معاه مش باش يواصل. ما نتصورش كان المكتب الجامعي الجاي في فيفري باش يقعد يلوج على مدرب وطني ساعه يتم انتخابه في جانفي حط له جمعتين باش يلوج على ناخب وطني
معناها النخبات اللي كيفاش يخدموا، معناها هنا لازم على الاقل على الاقل نامنوا ما ننكروا زياده مقارنه بالنسخه نتاع فوزي البنزرتي ومع قيس اليعقوبي. الحقيقه رينا فما شويه تطور، فما شويه جوارات، فما جرينتا، الخساره ما حبوهاش الجوارات هذوما، رينا عباد قاعده تخسر. خلينا في الموضوع، انا الموضوع حكينا عليها المقابله. انا حبيت نقول اللي كونه هذا توجه قيس اليعقوبي، ما يحسب لقيس اليعقوبي، كان ما ترشحناش رانا كان عندنا ديسكور اخر مع قيس اليعقوبي. قيس اليعقوبي مشكور، خذا التراو مارش، ترشحنا للكاليفيكاسيون، معناها ترشحنا للكوب دافريك، وهذا اللي ما يحسب لقيس اليعقوبي. كبرت برشا اسكندر، وصلت حتى الصحافه الفرنسيه تحكي على الموضوع، ويهمهم اكيد باعتبار اللاعبين مزدوجي الجنسيه زاد. شخصيا كنت نحبذه ما يقولش، ما يصرحش بالطريقه ذيك. قيس نحبه برشا، صاحبي برشا، ونحترمه برشا، وفرحت له برشا، وكنت نفرح له اكثر لو كان فاز على غامبيا. او برشا مواضيع في لحظات، يعني معناتها موضوع انه راضي ولا مروان عندك الحق تقول تحب، ولكن العكس كما قلت اسلام ماهوش جديد باش نترشحوا الكوب دافريك، بل العكس هو لو كان ما ترشحوش فضيحه، ولكن كي ترشحنا وعادي. والزميل الجزائري وقت اللي قال لك نورمالمون تونس في المراكز الاولى كلامه صحيح، يعني نحكي على مستوى التتويج. لا لا لا، مش معناتها انا معاه 100%، فما سوء تفاهم قبيل بينك وبينه، هو يقصد راهو ما دام فما تصريح ناري منه هكا يلزم يكون بالحجه مبرر، مش يلزم يبرر من بعد ويقصد، ويقصد لو كانوا يعني كان من الافضل انه كيقول كلام كيف نكاكه كان يبرر بحجه، هذا اللي ناقص. دونك نحن متفاهمين قيس اليعقوبي شنو هي، ولو انه هو نقل تصريح هذا هو شهاده اللي من بعد خرج ونفال ما حدا بالضبط. يمكن قال روحه في سيدي شو عملنا، قال روحه في وقت السيد نفال شو عملنا، خرج غلط معناتها قيس. يعني دونك مش هذا اللي حبيت نقوله مروان، نحن نعرفوا كل انسان بطبعه الانسان راهو ما يحبش شكون يلومه، هذا بطبيعة عند الإنسان. شوف واحد يعرض يقول لك محليك مروان تو تحبه برش، يقول لك شبيكة كيكة وتحكي على الترجي وتحكي على شنو تو أنت تاكله. يعني نحكيه بصفة مش أنت أي شخص، فما بالك إنسان ماخو على عاتقه جاته فرصة أنه يدرب منتخب وطني وماخو على عاتقه وكذا وحاول ومعيتش ليوسف المساكني وخسر الماتش الأخراني، دونك ولات بريسيون كبيرة عليه زيد في البلاتوات. وهو زاد ضد أنا أنه يحكي عليهم قيس اليعقوبي لأنه بلاتوات أحرى شبش يقول، وانت كي ترجع للبلاتو تكلم كيف، ولكن كان ناخب وطني وسامحوني في كلمه ناخب ربي نحاولوا نحفوره، مدرب وطني فماش ناخب كان في الانتخابات، دونك كان مدرب وطني ما عليه الا يتحمل مسؤوليته حتى على مستوى التصريحات، مش وفات المباراه تروح لا شنو تقول بالضبط تتحمل مسؤوليتك فيها، شو يهمك فيهم انت الاخرين؟ هاو عندنا سامي خضيره ما حبش يجيك، هاو لحلحنا به، هاو الاخرين اعطيناهم اغراءات، يا اخي حنا بعد المجبر على جاكاكيك ما هم مشاو كلموه وحكاو معاه وديا وجماعه باش اقنعوه باش يجي. فما كلمات قال حتى خذا فلوس زاد سمعت، ولكن بدون حجه ما نجمش نعطي. سمعت خذيها راضي اصلا، احنا ما نتبناوهاش يعني مروان. وحاجه اخرى ونختم بربي، خيرا اللي عنده دوب الناسيوناليتي اسكو تو كروا انه معناتها يخير بار اكزومبل تونس على المانيا، ولا يخير الجزائر على فرنسا، ولا يقول لك انا نلعب مونديال وضامن مراكز اولى؟ صحيح ولا ثابت؟ فما شكون خسر كارير؟ ماهيش سهله مروان، معناتها راهو يلزم اقناع ويلزمك تقنعه، مش كان في الفوتبول او عندنا حتى في الفولي بول، شكون يحب يلعب مع بولونيا؟ جات مثلا كيما الفرصه قبل ما كانتش، كانت مع وسام بن يدر نتاع موناكو مثلا، وكانت كان ينجم يمشي الكوب دو مود ما حبش يجي مثلا. مثال ليكيب دو فرانس ما عيطتلوش، معناتها هو خسر كان جاكم دومونت مع تونس، فما جولات ناس تجيك خلاصة القول اللي حبيت نقول. هو وسام بن يدر كان واضح قال لك يا فرنسا يا لا فوالا هي دونك خلاصة القول اللي حبيت نقول مروان انا الموضوع هذا ماهوش متعلق يا بالجزائر والمغرب ولا ليه، ما تقولش اختاك بالبوليميك هذيا، مو عندك مشكله انت كيب ناسيونال خسرت باش يرضيو عواد، مش يرضيو عواد باش يرضيو شكون اللي يقول لك ترشحنا، ومش باش يرضي اللي يقول لك زاد مش معقول مردود منتخبنا توصل حتى بلاصه العباد. زاد تصور انت يجبدك مدرب المنتخب الجزائري في كونفرنس دو بريس، احنا بديناش نتقلقوا معناها زاد معناتها كيف كيف معناها تي ما بيان سور اسلام اسمعني شوف ما هذا ما يخفيش مروان بربي ونكمل كلامي، ما يخفيش وانه راهو الوضعيه نتاع المنتخب الوطني التونسي تعكس كل هذا، لو فزنا وترشحنا عن اقناع واربع اهداف في كل مباراه لكن قيس يقول الكلام هذا، ولكن يقع عليه اللوم ولهم يحزنون. راهو مراجعه منتخبنا هي اولويه الاولويات في الحال كما كان يحكي مختار عن كوب دافريك. في البلاد اللي احنا موجود فيها على كثر ما عندنا حقد اللطف والكره واللي كل واحد يحب يخدم لمصلحته ويحب يكسر هذاك، ولذاك العبد الناجح ما يردوش ناجح، هذا موجود وراو فيه. راو قيس اليعقوبي انطق اخي انت ما تعرفوش اوزر، شوف انت شوف اي مدرب جاي للمنتخب سواء تصور فوزي بنزرتي وما ادراك طلعوا فيه العيب الكل، على شنو فوزي قال لك خاطر كيف يسب
معناتها فوزي تو جاهم جديد يلقاو لك حاجه ماشي. ما تو نحكيو على ترشح ليكيب ناسيونال يهديكم الله اللي مشينا بها تو خذينا 3 بوان مشينا بها كان المغرب. نحكيو على غلطه ميميش وكيف حميت ميميش معناتها يلقاو له في سبه ماشي. معناتها اليوم في تونس تجيب شي انشيلوتي يطلعوا فيه العين ثابت. نكمل معاك انت ناخذك في الموضوع. شوف انا راه لي تصريح المدرب الوطني قيس اليعقوبي ما كانش في محله. اول حاجه شوف احنا نتعلموا البرة وقرينا برشا على الكوميونيكاسيون وقت تاخذ شهاده من برا. انا خديت من الاتحاد الايطالي ونعرف معناها الاهميه نتاع الكوميونيكاسيون خاصه بعد مباراه كسوا باش تخسر مباراه ولا تربح مباراه. اول حاجه تخرج الكونفرنس نتاعك بعد على الاقل 20 دقيقه نص ساعه من نهايه المباراه. ماكش اشو. ثاني حاجه تاخذ نقاط من الستاف نتاعك وعندك انت نقاط محضرها اذا كان يعني تشوف يعني تتوقع شنو باش يصير في المباراه هذيك, شنو باش يصير المردود نتاع الفريق نتاعك, شنو باش يكون بالضبط, شنو الاخطاء نجم تكون تصير, باش تحكي على شوا نتاعك تكنيك. بعد باش تحكي على المشاكل نتاع كره القدم التونسيه ومشاكل اللي هو كان قريب برشا كان في الاداره الفنيه وقريب برشا من اللاعبين وقريب برشا من المدربين نتاع البطوله التونسيه ومع الستاف نتاعو اكيد, وانه يعني تفرج في برشا مقابلات وركز مع عديد اللاعبين كسوا اللي يشتوا في تونس واللي يشتوا خارج تونس. دونك يعطينا تقييم فني على شنو النقائص, شنو نقص بتاع كره القدم التونسيه وكيفاش نجموا نصلحوا وشنو هو الاستراتيجي باش نجيبوا اللاعبين هذوما اللي يشتوا برا اللي كانوا يرفضوا قبل المنتخب الوطني وعلاش رفضوا. يعني نتاع التصريح نتاع ماكس 17 دقائق اما باش يدخل لي في الجزائر والمغرب وفرنسا. دونك هذيك مشاكل نتاعهم هما يعرفوا شنو مشاكلهم ويعرفوا كيفاش نجموا كما حكى هو يستقطبوا اللاعبين هذوما. احنا تونس صحيح ما عندناش فلوس كيما عند الجزائر, ما عندناش فلوس كيما عند المغرب, هذه الناس كل تعرفوا هو ستاف ديجا عنده 4-5 شهور ماهمش خالصين. دونك بيتيتر وانه في الكونفرنس دو بريس كيما حكى توسي مختار حب في 4 دقائق يخرج المشاكل كل اللي صارت مع الـ يعني مع ستاف ومع اللاعبين. دونك وزيد على هذا ثم برشا الحقيقه قيس اليعقوبي كيما نجح في الفترة هذه كيما صار تعديد الأخطاء. أنا أشوف مثلا حاج محمود كان ينجم يكون أساسي في المقابلة الأخرانية, كان ينجم يخرج يعني بذكاء أي كان ينجم بذكاء يشو علاش اللاعب هذا عنده 16 مقابلة مع المنتخب الوطني ما لعبش حتى دقيقة. دونك فما علاش ومن بعد قبل بنهارين يتم إعلامه مثلا اللي هو ماهوش باش يكون في التشكيل الأساسي سي نورمال باش تكون على ردة فعل يعني ردة فعل نتاعو قوية بين قوسين يعني قوي. دونك ردة فعل نتاعو ما كانتش منتظره وما كانتش متوقع. دونك انا حسب رايي حتى المدربين الوطنيين السابقين مع احتراماتي ليهم الكل فمش واحد خرج واعطى الاسباب نتاع تدهور كره القدم التونسي, ما اعطانيش سبب علاش باغ اكزومبل نقبل بونتو بالطريقه ذيك على ركنيه على مال بلاسمون نتاع 10 ملاعبيه في 18 متر. علاش اسمه لاتاكون اللي كان في البريمير بوتو علاش تصرف بالطريقه هذيك؟ اللاعب اساسي نتاع حازم مستوري علاش تصرف بالطريقه هذيك؟ ديما نحكي قبل وين كانت الفرصه باش نحكي على الامور الفنيه نقول راهو يلزم وكانت فرصه لحازم بيدو باش فرصه رديمه حازم بيدو وقت تشوف التصرف نتاعو في الركنيه هذيك وكيفاش تحرك برشا شغلات هو حكينا عليهم امبارح ماهوش كان حازم في البونتو معناها برشا شغلات لا نحكي لك يعني نحكي لك انا خاطر في الركنيات الكل اذا كان نرجع نشوفوا ديما الاخطاء تكون من المهاجمين ومن لاعبي وسط الميدان اكثر منها من المدافعين. دونك هنا يرجع للتكوين خلينا باش نكون لاعبيه ثابت وحدهم على اساسيات دفاعيه زد ثابت ثلاثه من لاعبيه وحدهم في الهدف مش لاعب باش نلومو على لاعب واحد هذيك المركاج. دونك انا ما نعرفش شنو الستاف تكنيك كيفاش حضر المركاج نتاعك كيفاش باش يكون وقت فما اربعه كونتر تحبوا ديما ترجعوا تحكوا على المقابله اللي هي حكينا عليها ماهوش موضوع انا ما حكيتش عليها. دونك انا ما كنتش حاضر دونك باش نعطيك كان فما حاجات تقييم فني يلزم يصير واضح قبل ما يكون يعني احنا المنتخب مصلحه المنتخب ومصلحه الكره التونسيه ان نخرجوا تقييم فني تقييم معقول اللي يعطينا بعض النقاط للمستقبل باش نجموا نحسنوا. وهذا اللي ما صارش في ال 15 20 سنه الاخرانيه. باهي نذكر بالسونداج اللي على صفحتنا في يوتيوب البث المباشر على اخت قيس اليعقوبي في تصريحاته ضد الجزائر حتى التو 62% نعم وال 32% لا. نمشيو موسيقى بعد نكملوا اخر جزء من الحصه نتاعنا اليوم.